يقول السائل: هل الصلاة في النعلين من السنة؟ إذا تيسر ذلك ولم يترتب عليه ضرر لا بأس، أما المساجد المفروشة والمنظفة فإذا دخلت في النعال من الشارع فإنك تلوث الفرش وتلوث ففي هذه الحالة لا تصلي في النعلين، لأن هذا فيه ضرر على المسجد وعلى الفرش. أما إذا كان المسجد ترابيا ليس فيه فرش وليس فيه بلاط وإنما هو ترابي فلا بأس بذلك. نعم.